أعلنت وزيرة الصحة هالة زايد انطلاق حملة تشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم بمحافظات الغربية والمينيا والإسماعيلية، مضيفة أنه تم تسجيل 23,226 مواطنا لتلقي اللقاح من خلال الحملة بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والفيوم والدقهلية والقليوبية وكفر الشيخ وبني سويف والشرقية خلال الأربعة أيام الماضية. أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات الأجنبية العاملة أو الراغبة في الاستثمار بالسوق المصري وتذليل كافة العقبات التي قد تعترض طريق نموها بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز صناعي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الوزيرة مع إحدى كبريات الشركات الأمريكية في مجال الملابس الجاهزة. تابع وزير الإسكان عاصم الجزار الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العالمين الجديدة بالقطاعات المختلفة، موضحاً أنه تم مراعاة تنفيذ مشروعات سكنية متنوعة بالمناطق المختلفة بالمدينة لتلبية الطلب على السكن، حيث تضم تلك المشروعات نحو 30,887 وحدة سكنية متنوعة جار تنفيذها شاملاً تنفيذ مشروعات الأبراج بمراحلها المختلفة. حث مجلس الأمن الدولي قادة الحكومة الصومالية على تسوية خلافاتهم عبر الحوار ومنح أولوية قصوى لإجراء الانتخابات الوطنية التي تأجلت طويلاً هذا العام، كما دعا المجلس والحكومة الفيدرالية بضمان عدم تسبب أي خلافات سياسية في الانشغال عن العمل الموحد ضد حركة الشباب والجماعات الإرهابية الأخرى. قالت استراليا إن سبب فسخ عقد الغواصات الضخم مع فرنسا يعود إلى تحفظات عميقة وجادة بشأن الأجهزة الفرنسية، وأكد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن الحكومة الفرنسية تعلم أن كامبيرا لديها تحفظات عميقة بشأن قدرات الغواصات الفرنسية قبل فسخ اتفاقية الشراء الأسبوع الماضي. انطلق اليوم الثالث والأخير للانتخابات التشريعية التي يختار فيها الناخبون الروس نواباً لمجلس الدوما وتسعة رؤساء للمناطق وممثلي 39 برلماناً إقليمياً ومحلياً، وأفادت لجنة الانتخابات المركزية بأن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 31.51%، وذلك دون حساب عدد المشاركين عبر الإنترنت.